يعني بعد فقدان الوالد كل شيء تغير. كل شيء تغير بعد أبي، هكذا يقول لسان حال أولاد الكابتن ناصر الريمي، أحد ضحايا قذيفة حوثية استهدفت ملعب النادي الأهلي وسط مدينة تعز في 12 من نوفمبر 2020، وذلك مع بداية ساعات الصباح الأولى ومع بزوغ شمس يوم جديد تملأ الدنيا ابتسامة، لينعكس ذلك اليوم إلى يوم مأساوي بفعل قذائف جماعة البوت الحوثية التي خلفت عددا من الضحايا أغلبهم من الأطفال. وقبل صفارة البداية لمباراة شبابية في الملعب، سقطت قذيفة أطلقتها جماعة الحوثي على زاوية الملعب، حولت المتواجدين إلى أشلاء متناثرة، وفيها قتل ناصر وطفله عمران ذو 7 أعوام. عجزت أم عمران عن الحديث، ولسان حالها يقول: كيف أقوى وقد خسرت الاثنان معا، فلذة كبدي وربيع عمري. ولده مجد ناصر 23 عاما بجسد منهك شارد الذهن يقول: الوالد كان كل شيء بالنسبة لنا، والله يعني كذا وكذا الحمد لله. الوالد يعني بيعول كل شيء، من احتياجات البيت، من احتياجات الخارج، بكل شيء يعني. نحن يعني ما نحنش يعني قد الحاجات، يعني الوالد بكل شيء. ما قيمة الأيام بعد أبي؟ هكذا يقول حال أولاده، ولم تكن سوى أرقام وزمن افتراضي بلا قيمة مع جمود الزمن ووحشية المكان الذي كان والده يقف فيه بانتظار قهوة الصباح، لكنه غادر الحياة قبل أن يتذوقها، فسفكت جماعة الحوثي الدماء ومعها مرح وسعادة أولاده وزوجته، ومن بعده أضحوا أجسادا متخثرة لا وجود لملامح السعادة والبرح في وجوههم. أولاد ناصر وإخوان عمران تلاشى حلمهم بفقدان والدهم وشقيقهم الأصغر، ضحايا قذيفة الحوثيين على المدينة. لم يعد أحد بعد والدهم يوقظهم كل صباح ويفتح نوافذ المنزل ويملأ المكان عطرا ومرحا وسعادة، يساعد في تحضير الإفطار ويودعهم كل يوم قبل ذهابهم للمدرسة. توفي في ملعب النادي الأهلي يوم السبت صباحا الساعة 6 فجرا. أثر قذيفة هو أخي الصغير. لتنتهج جماعة الحوثي المدعومة من إيران منهج الإجرام بقصف الأحياء المدنية والسكانية وقتل المدنيين بدم بارد، حيث يعد هذا العمل الإجرامي انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، بل وجريمة حرب ضمن جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية، تضاف إلى الرصيد الأسود لهذه الجماعة.